النهارده ذكرى رحيل الفنانه الجميله مريم فخر الدين، واحده من اهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصريه واللي ليها تاريخ فني كبير. عملها لغايه دلوقتي عايشه في اذهان الجمهور والمحبين، زي مثلا لو فكرنا في فيلم رد قلبي، موعد مع الماضي، فيلم حكايه حب مع العندليب عبد الحليم حافظ. خلينا نتابع مع بعض في ذكرى رحيل مريم فخر الدين، نشوف التقرير اللي جاي. في مثل هذا اليوم عام 2014 رحلت الفنانة صاحبة الوجه الملائكي والتاريخ الفني الطويل مريم فخر الدين عن عمر ناهز 81 عاماً. تعتبر الفنانة الراحلة مريم فخر الدين واحدة من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية من أبرزها رد قلبي، موعد مع الماضي، والنوم في العسل. أما بالنسبة لأعمالها الدرامية فأبرزها رأفة الهجان، العائلة، الحاوي، وأوبرا عايدة. ولدت مريم فخر الدين في الفيوم في الأول من أغسطس عام 1933 لأب مصري مسلم وأم مجارية مسيحية، وحصلت على البكالوريا من المدرسة الألمانية. فازت عن طريق مجلة إيماج الفرنسية بجائزة أجمل وجه، وكان سبباً في تأهيلها لتقوم بدور البطولة في أول أفلامها السينمائية. وبعد ظهورها اشتهرت بأدوار الفتاة الرقيقة الجميلة العاطفية، وقامت بإنتاج وبطولة ثلاثة أفلام هم رنة خلخال، رحلة غرامية، وأنا وقلبي. رحلت مريم فخر الدين تاركة رصيداً كبيراً من الأعمال الفنية التي لا تزال حاضرة في أذهان جمهورها.